Kommunistiske Kulturen Plan Республики Россия. من أكثر الجمهوريات تطورا في المجال الصناعي والثقافي. Мы добываем нефть. لا نستخرج النفط فقط. Перерабатываем ее. بل نقوم بتكريره. Производим все виды каучуков современных. وننتج جميع أنواع المطاط. Являемся крупными держателями рынка. ونقوم بصناعة Также тяжелые грузовики КАМАЗ. سيارات الشحن المعروفة عالميا كاماز وسيارات النقل الخفيفة وسيارات الخفيفة وكما تعرفون فأنه في سباق السيارات باريس داكار يحتل كاماز وبصورة دائمة مقاعده بين الفائزين وتقوم الكثير من البلدان بشراء سياراتنا والتي أثبتت قدرتها على تحمل الصحراء والجبال وتقدم الكثير من الطلبات لشراء البوليثيلين وإطارات السيارات وغيرها من الصناعات الكيماوية وتشتهر بصورة واسعة الطائرات المروحية مي 8 والتي تصنع في مدينة قازان سواء المدنية منها أو العسكرية وتوجد في مدينة قازان مصانع تصنيع الطائرات ومحركات الطائرات والأجهزة وهناك الطائرات الضخمة والطائرات الركاب والآن يتم صناعة طائرات جديدة وكذلك تنتج ضاغطات الهواء الكمبريسورات توجد في تتارستان عديد من الجامعات Это наша хорошая традиция. وهذه تقاليدنا الجيدة. Среди которых наиболее известен Казанский. ومن الجامعات ذات الشهرة العالمية ومن بينها جامعة قزان التي أصبح رئيسها في القرن التاسع عشر واحدا من أشهر علماء الرياضيات البروفيسور لوباتشيفسكي والذي اخترع الهندسة اللاتقليدية وفي قزان عاصمة جمهوريتنا ولدت الكيمياء العضوية. В 20 веке был открыт эффект парамагнитного резонанса. وفي القرن العشرين تم اكتشاف تأثير الرنين المغناطيسي والذي يستخدم اليوم بصورة واسعة في أجهزة المقاييس الطبية وفي تشخيص العديد من الأمراض. وقد درس في جامعات قازان العديد من الشخصيات المشهورة منهم لينين وليف تولستوي وغيرهم من عظماء العلم وقد كانت جامعة قازان التي احتفلت في السنة الماضية بذكرى تأسيسها المئتين وهي أول جامعة عنيت واهتمت بتدريس اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرقية ولقد دخلت اللغة العربية في حياتنا من فترة بعيدة جدا وذلك عن طريق المدارس الإسلامية المختلفة ولكن بفضل الله تعالى ثم بفضل جامعة قازان فقد تزايد انتشار اللغة العربية لاحقا في كل روسيا وفي الجمهورية عديد من الجامعات وفي جامعة التكنولوجيا يتخصصون في مجال النفط وتكريره وفي جامعة التكنيكال يتخصصون في مجال الطيران وعلومه وفي هذه الجامعة عمل صانع محركات الطائرات النفاثة في روسيا الاتحادية كوروليوف وغلوشكو إلى جانب ذلك هناك جامعة الطب التي تنتشر في أنحاء روسيا وغيرها من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الأخرى وتتارستان своя أكاديمية نوك
исследуется много проблем, в том числе и وتقوم أكاديمية العلوم لجمهورية تاتارستان بالبحث في الكثير من المسائل بما فيها تلك المسائل المتعلقة بالإسلام. إن كل ما ذكر أعلاه يعد موضوع اعتزاز بالنسبة لنا. تعتبر جمهورية تاتارستان مركزا فريدا حيث وجدت عادات من عقود غابرة لتعايش مختلف الشعوب والديانات والثقافات. إن الشعوب التي تدين ديانات مختلفة قد تعلموا الصبر المتبادل خلال قرون عدة من العيش المشترك وقبول الآخر. أوجدوا في أنفسهم قدرة السعي لمعرفة واحترام وفهم الثقافة الآخر وحب السلم والهدوء ومعرفة قيمتها في الحياة. لقد فهم إن الديانة لا تعد عاملا لتقسيم الناس في الثقافات، بل بالعكس تعد عاملا لثراء الروحي والتطور البناء. لقد ظهر في تاتارستان النموذج موديل فريد للتفاهم بين الديانات المختلفة وتوطيد الاستقرار بين المجموعات الإثنية المختلفة، واستطاعت أن تظهر فاعليتها، والآن يدرس هذا الموديل في كل أنحاء العالم. أن استقرار الوضع السياسي الداخلي في جمهورية تاتارستان ساعد على توقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وتاتارستان في عام 1994 حول تحديد المهام، والتي أصبحت الجمهورية بفضلها واحدة من أكثر مقاطعات روسيا استقرارا وتطورا. وعلى أساس هذه الاتفاقية يوجد تحديد المهام بين روسيا الاتحادية والجمهورية على الملكيات الاقتصادية، وتوقيع اتفاقية جديدة في العام الماضي وفقا للقوانين الجديدة تعطى مقدمات جيدة للتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبصورة دينامية متلاحقة في جمهورية تاتارستان. وهذه الاتفاقية تحدد تحديد المهام وتسوية المشاكل الموجودة بين الجمهورية والمركز. والآن دعوني أحدثكم قليلا عن تاريخ شعبنا. كان أجدادنا التتار الغوني الهون والبلغار يتنقلون من مكان إلى آخر، وبعد ذلك بدأوا في بناء المدن. وفي عام 2005 احتفلنا بالذكرى الألفية لتأسيس مدينة قازان. وهناك مدن قديمة كمدينة بلغار، حيث تم اعتناق الإسلام فيها في القرن العاشر. При упоминании Булгар возникает как бы ассоциация с Болгарией Дунай. عند ذكر البلغار يبدو هناك أننا نتخيل بلغاريا على الدانوب. Потому что до 17 века. وهذا ليس من سبيل الصدفة. فالواقع أنه ما قبل القرن السابع كنا شعبا واحدا. بعد سقوط الإمبراطورية آثيلا الهونية حدث التقسيم الهون الغربية. قسم أسس دولة على نهر الدانوب في الوقت الحاضر بلغاريا، والقسم الآخر واصل الرحيل إلى الفولغا وأسس بلغاريا الفولغا، وهي على الأرض التي تقع عليها تاتارستان الحديثة. إن ازدهار بلغاريا الفولغا بنيت على أساس التجارة في شواطئ الأنهار الكبيرة موحدة الفرس وبغداد مع شمال أوروبا. إن مرور طريق الحرير الذي مر عبر آسيا احتل جنوب تاتارستان.